والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 17 من هذه الدروس. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث عند آخر حديث أو حديثين في الباب 19، باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين. وقد تكلمنا عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وذكرنا ما فيه، وذكرنا أن الغلو سبب في هلاك الأمم، وأن النبي حذر من الغلو. ووقفنا عند النصوص التي جاءت إلى الاستقامة وتنهى عن الغلو، ومن ذلك الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر وعدم الغلو والزيادة، عموم الآيات في قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإن الله يأمر بالاستقامة التي هي الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف، ويعقب هذا بالنهي عن الطغيان، مما يفيد أنه سبحانه يريد الاستقامة كما أمر بدون غلو ولا مبالغة. رابع، النهي عن الغلو وتوجيه الخطاب لأهل الكتاب على وجه الخصوص كما في الآية وآيات الباب التي معنا. وهذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداءً فإن المراد بها موعظة هذه الأمة حتى تجتنب الأسباب التي أوجبت غضب الله على تلك الأمم. خامسا، نهي الرسول أمته عن الغلو كما في حديث: إياكم والغلو. ومن ذلك بيان مصير الغالي وعاقبته، مثل حديث: هلك المتنطعون ثلاثا، وحديث: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الصالحين. هناك حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم ذكر المصنف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون ثلاثا، رواه مسلم. المتنطعون هم المتعمقون المغالون المجاوزون للحدود في أقوالهم وأفعالهم، اللي يجاوز الحد الشرعي في القول والفعل. والنبي قالها ثلاثا مبالغة في التحذير والتعليم. مناسبة الحديث الباب واضحة، حيث دل الحديث على أن التنطع في الأمور كلها بما في ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلاك. فمن فوائد الحديث أن التنطع في الأمور كلها بما في ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلاك، وفيه بيان مصير الغالي، واضح ولا عاقبة هلك، وأنه صائر إلى الهلاك. وكما أنه صائر إلى الهلاك، فقد جاءت السنة وبينت أن عاقبة صاحبه إلى الانقطاع، وأن ما من مشاد لهذا الدين إلا يضرب ينقطع. غالبا المتشدد يتشدد ينقطع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد لغلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. في رواية: القصد تبلغ. قال الحافظ: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا وعجز وانقطع فيغلب. هذا واضح، هذا واضح من رأى الآن من يتشدد في أمر وينقطع في صيام أو صلاة وغيرها. أنواع الغلو: الغلو على نوعين، النوع الأول اعتقادي وعملي. أما النوع الأول اعتقادي، والمراد ما كان متعلق بباب العقائد، مثل غلو في الأئمة، الغلو في البراءة من المجتمع العاصي وتكفير أفراد واعتزالهم. والغلو الاعتقادي طبعا أشد خطر وأعظم ضرر من الغلو العملي، لأن الغلو الاعتقادي يؤدي إلى انشقاقات وهو الافتراق عن الصراط المستقيم. الغلو العملي المراد به ما كان متعلق بالعمليات، فهو محصور في جانب الفعل سواء باللسان أو الجوارح، مثل يقوم الليل كله. قد عالج النبي عليه الصلاة والسلام كثير من الحلال. الثلاثة الرأطة جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر يسألون عن عبادة النبي، فلما أخبروا عنها كأنهم تقلوها، كيف عالجها النبي؟ قام خطب فقال: أما أنا إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وأيضا دخل النبي المسجد فإذا حبل ممدود بين سريتين ممدود. ايش قال النبي؟ ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. ابن حجر في هذه الحديث الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها، ولا أدلة كثيرة يعني منها حديث بينما كان النبي يخطب برجل قائم فسئل عنه سأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وأيضا في حديث عائشة أن النبي دخل وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل حتى تمل، وكان حب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فما ترك شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار لا أخبرنا به، وإنما ضل الأكثرون بتنطعهم وغلوهم فهلكوا. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ أراد المؤلف التحذير من الغلو في الصالحين، لما ذكر في الباب الماضي الغلو في الصالحين وأنه سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، ذكر في هذا الباب الغلو في قبورهم لأنه نوع من الغلو فيهم. والتغريض معناه بيان شدة الأمر خلاف التسهيل أو التخفيف. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وذكر حديث عائشة أيضا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. عائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق كما سبق معنا، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية زوج أبي سلمة، هاجرت هي وزوجها أبو سلمة الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وتوفي أبو سلمة في المدينة فتزوجها الرسول فصارت من أمهات المؤمنين. نعم، تقول أم سلمة ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها في أرض الحبشة. الكنيسة هي معبد النصارى يجتمعون فيه يوم أي يوم؟ يوم الأحد لعبادتهم. أما الصومعة فهو معبد خاص لفرد من النصارى يخلو فيه وينقطع عن الدنيا، فالصومعة للأفراد من النصارى، وأما الكنيسة فهي الجميع. نعم، وما فيها من الصور أي من صور الصالحين، فقال أولئك بالكسر الخطاب لأم سلمة، ويجوز الفتح أولئك لكن أشهر الكسر. أولئك يقول النبي يخبرها أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي هل قال الرسول رجل أو عبد، هذا من تحريهم، بنوا على قبره مسجدا أي مصلى. فالمراد بالمسجد هنا ماذا؟ مصلى والمتعبد، يعني اتخذوا عليه كنيسة يتعبدون فيها فسمي مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور. الإشارة لما ذكرت أم سلمة أم حبيب من التصوير في الكنيسة أي صوروا الصالحين ينصبونها في هذا المكان من باب الغلو في الصالحين. أولئك شرار الخلق عند الله، فدل هذا على أن من بنى المسجد على القبر أو صور الصور ونصبها أنه من شرار الخلق، والمراد أشد الناس شرا، فدل على أن الذي يبني المساجد على القبور أنه أشد الناس شرا والعياذ بالله، وسيأتي آخر الحديث مما يبين ذلك.
وثم قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور لأنهم فتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم للشرك، وفتنة التماثيل هي الصور، فإنهم لما فتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور لقصد تذكر أعمالهم أي الصالحين، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله. أيضا حديث عائشة نشرح ثم نأخذ الفوائد، لما نزل برسول الله يعني نزل به الموت طفق، ما معنى طفق؟ أي جعل يطرح خميصة له على وجهه، يطرح خميصة أي يضعها، والخميصة كساء له أعلام على وجهه يغطي بها وجهه، فإذا اغتم بها، فإذا اغتم بها أي ضيقت نفسه عليه السلام كشفها من أجل أن يتنفس، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد أي كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيه الله، وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، ولولا ذلك يحذر ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن النبي الذي حمل النبي على أن يقول هذه الكلمة في هذه الحالة الحرجة أنه يحذر أمته مما صنع اليهود والنصارى لئلا يفعلوا بقبر نبيهم ما فعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. ولولا ذلك، لولا الخوف من يحصل عند قبره صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل عند قبر أنبياء بني إسرائيل، أبرز قبره لدفن في مكان بارز يراه الناس، ولكن خشية بالفتح أو بالضم خشية أن يتخذ قبره مسجدا مكان صلاة ودعاء كما فعل اليهود، فقطع لهذه الذريعة وسد لهذا الباب، دفن في بيتي في حجرة عائشة داخل الجدران وتحت السقف لا يراه أحد، ولا يزال الحمد لله في صيانة. هذا الحديث حديث هذه حديث الباب مناسبتها فيها التحذير من بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم أصحابها، والعظيم والتعظيم عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. فحديث الباب حديثين فيها فوائد، أولا تحريم البناء على القبور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل، لأن القبر إذا بني عليه بنية أو جعل عليه ستار وزخرف فإن العوام والجهال يفتتنون به ويظن أنه ما عمل به هذا العمل لماذا؟ إلا أن فيه سرا وأنه محل العبادة وطلب الحاجات كما هو الواقع الآن للأسف عند بعضه القبور. فحديث الباب كلها تدل على تحريم ذلك، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. السؤال هنا ما معنى اتخاذ القبور مساجد؟ يشمل أولا الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، ويشمل السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء، ويشمل بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، وبكل هذه المعاني قال ذهب بها بعض العلماء وهي كلها صحيحة تدل عليها العلماء. فالمعنى الأول جاء في حديث أبي سعيد أن سلمناها أن يبنى القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها، وقال النبي لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر. أما المعنى الثاني وهو السجود عليها واستقبالها، قال النبي لا تجلسوا على القبور في حديث أبي مرثد الغنوي: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وأما المعنى الثالث الذي هو البناء المساجد عليها، قالت عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إذن المعنى فلولا ذلك اللعن الذي استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليها لجعل قبره صلى الله عليه وسلم في أرض بارزة مكشوفة، لكن الصحابة لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه مسجد من بعض من يأتي بعدهم فتشملهم اللعنة. إذن اتخاذ القبور مساجد حرام وصاحبه ملعون، بل وكبيرة من الكبائر. لكن هناك شبه، قبل أن نأخذ هذه الشبه نأخذ بعض الفوائد أيضا في الحديث. دليل على تحريم العبادة عند القبر حتى ولو يبنى عليه لا بدعاء ولا
بصلاة ولا بدعة ولا نذر ولا بغير ذلك، وإنما هدي الإسلام أن القبور تزار من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم بالمغفرة والاتعاظ والاعتبار. إذن زيارة القبور على قسمين، الزيارة السنية الصحيحة لأمرين، الأمر الأول الدعاء لهم، ثانيا الاتعاظ والاعتبار. احفظوها، زيارة القبور الزيارة الصحيحة الشرعية لأمرين، الدعاء لأهل الأموات لأهل القبور، الثاني الاتعاظ والاعتبار. ومن فوائد الحديث لمسألة سبقناها ذكرناها لكم قديما وهي اللعن، جواز لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم، لأن النبي لعن اليهود والنصارى وهذا لعن على العموم، فهذا جائز بالإجماع. ودلة كثيرة على لعنة الله على لعن الرسول أكلة الربا، ولعن الله أن الظالمين آيات كثيرة والفاسقين، فاللعن العام جائز بالإجماع. نعم. وفي فوائد لكن نذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم. شبهة الأولى لأهل القبور يقولون إذا كان تحريم بناء المساجد على القبور واضح، فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك، منها قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا إن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم، وشريعة من قبلنا شريعة لنا، إذن يجوز. ماذا نرد عليهم؟ نقول أولا إن قاعدة شريعة من قبلنا شريعة لنا هذا مشروط بماذا؟ إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وهذا الشرط معدوم، فالأحاديث تواترت في منع والنهي عن البناء المذكور. واضح الرد الأول؟ نقول إذا شريعة من قبل شريعة لنا بشرط، إذا لم يأتي في شريعتنا النهي عنه. ثانيا أنه لا يسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة من قبلنا، غاية ما في أن جماعة من الناس قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين، فلا يصح الاحتجاج بالآية. الشبهة الثانية قالوا قبر النبي في مسجده الشريف، ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه في مسجده. الجواب واضح، ما هو؟ النبي ما دفن في المسجد، وين دفن؟ في حجرة عائشة. النبي دفن في حجرة، فيما بعد لما وسع المسجد ادخلت الغرفة، ولذلك هو المشاهد الآن بالمسجد، لكن لم يكن كذلك في عهد الصحابة، فإنه لما مات صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب المسجد، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي يخرج منه إلى المسجد، وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء، وإنما فعل ذلك لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا. لكن وقع بعدهم أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله إليه، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد، ولم يكن في المدينة النبوية أحد من الصحابة حين ذلك. فإذا النبي ما دفن في المسجد، دفن وين؟ حجرة عائشة كانت خارج المسجد، لكن لما وسع المسجد بعهد الوليد ودخل. الشبهة الثالثة صلاة النبي في مسجد الخيف مع أن فيه قبر 70 نبيا كما ورد في ذلك في حديث. والرد على هذه سهلة، أن النبي صلى في مسجد الخيف صح، لكن ما ذكر أنه دفن فيه 70 نبيا هذا باطل، لا يصح من وجهين. أولا أن الحديث الوارد لا يصح، ثانيا على فرضا أنها صحت، القبور ليست ظاهرة بارزة، ومن المعلوم أن الشريعة تبني أحكامها على الظاهر، إذن لا يجوز وليس في أي شبهة، كل ردنا ولا يجوز البناء على القبور مساجد أبدا. فمن فوائد الحديث الأحاديث الماضية أن اتخاذ الصور في مواضع العبادة من عادات النصارى، وفيه تحريم بناء المساجد على القبور، وفيها التحدث عما يفعله الكفار ليحذره المسلمون، وفيه جواز لعن الكفار على سبيل العموم، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، وفيه أن البناء على القبور من سنن اليهود والنصارى، وللأسف يعني تقلدناهم في كثير من الدول، أن من بنى مسجد عند قبر صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. في الحديث سبب دفن الرسول في حجرته، نعم الحكمة خشية أن يعبد أن يتخذ مسجدا، أيام ما حصل الرسول من شدة النزع، شدة اهتمام الرسول واعتنائه بالتوحيد حتى أن موته،
وذلك الإنسان يبغى ينتبه العقيدة أن النبي بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع، وفيها حرص النبي على أمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. جندب بن عبد الله صحابي جليل، هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد 60. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، يحتمل 5 سنين ويحتمل 5 ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. معنى أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع من هذا وأنكره. إني أبرأ إلى الله، يعني البراءة معناه نفي الشيء والابتعاد عنه، كما يقال برأ القلم إذا قطعه. أبرأ إلى الله أي يبتعد عن ذلك وكرهه، أن يكون لي منكم خليل من الصحابة، فليس له من الصحابة خليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه خليلا، والخلة لا تقبل الاشتراك، فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، لأن الخلة لابد أن تكون لواحد، لا تقبل الاشتراك، والخلة هي أعلى درجات المحبة. فإن الله قد اتخذني خليلا، هذا تعيل قوله إني أبرأ، فالنبي ليس في قلبي خلة لأحد إلا لله، وهذا دليل أن الخلة أكمل من المحبة. أما عباد الله وأنبياءهم كلهم يشتركون في المحبة، فالله يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين، أما الخلة فهي لم تحصل إلا لاثنين فقط، هما محمد وإبراهيم، كما قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما بقية الأنبياء والمؤمنين فإن الله يحبهم ويحبونه. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه دليل أن الصديق أفضل الصحابة، يعني لو فرض ولو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، فهذا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق. وأبو بكر له فضائل عظيمة، من فضائله أنه أمره النبي أن يصلي بالناس في مرض موته، ثانيا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا من فضائله أن النبي سئل عن من أحب إليك من الرجال، قال: أبو بكر. وأيضا فيه وفي النبي، هو صاحب النبي في الهجرة: ما ظنك لا تحزن إن الله معنا، هذا في أبي بكر مع النبي في الهجرة. وأيضا هو أول من آمن، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال لي صدقت يوم قلتم كذبت، فهو أول من آمن رضي الله عنه. نعم، هذا فيه فضيلة، وهذه بعض فضائل أبو بكر الصديق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، أي اليهود النصارى، يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أي أن اليهود النصارى يغلون في قبور الأنبياء ويبنون عليها المساجد ويصلون عندها، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، تنبيه وتأكيد، ومعنى اتخاذها مساجد مصليات، ألا أنهاكم فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهي، يقول صاحب فتح المجيد: قلت وكيف يسوق مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها، وهذا أعظم مشافقة ومحادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون. مناسبة الحديث الباب فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكن العبادة، لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. فمن فوائد الحديث أن الخلة أعظم من المحبة، ولم يثبتها الله عز وجل إلا الاثنين،
من خلق وهما إبراهيم كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد في قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إثبات خلة النبي لله. قال ابن القيم وما يظنه بعض الغارطين أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خير الله ومحمد حبيب الله فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر وغيره. فأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المقصدين. والشاب التائب حبيب الله وخلته خاصة بالخليلين، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله النبي حبيب الله لا شك، فهو حاب لله ومحبوب لله، لكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله، فالرسول خليل الله، ولهذا من وصفه بالمحبة فقط فإنه نزله عن مرتبته، فالخلة أعظم من المحبة وأعلى. فالمفاد الحديث من إثبات صفة المحبة لله وإثبات خلة إبراهيم لله، فيها أن الصديق أفضل الصحابة، وفيها الإشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، لا سيما وقد قال ذلك في مرض موته. وأبو بكر الصديق مات بعد النبي بسنتين وأشهر في آخر جماد الآخرة في يوم الاثنين سنة 13، وله 63 سنة ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم، وهذه بعض الآثار ذكرتها قبل قليل في فضل أبي بكر الصديق. وفيه أيضا أن المرأة التي جاءت إلى النبي فأمرها أن ترجع إليه فقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك، قال كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومن فوائد الحديث تحريم اتخاذ المساجد على القبور، وفيها أن بناء المساجد على القبور من سنن الأمم السابقة، وفيه وجوب سد الذرائع، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إبعادهم عن الشرك، وفيه أن تحريم اتخاذ القبور مساجد خوفا من الوقوع في الشرك، وهذا يوجهه شيخ الإسلام تيمية بن القيم. ثم ذكر مصنف حديث أحمد قال بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا يا أخوان مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع هو المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف هو ما قاله الصحابي، مثل لما قل أذن قال علي حديث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، هذا موقوف على علي، مثل قول عمر علموا أولادكم الرماية والسباح ركوب القيد، هذا موقوف سميه موقوف. فإذا سمعنا موقوف هو الذي قاله الصحابي، إذا قال مرفوع يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من للتبعيض، شرار جمع شرا، من تدركهم الساعة وهم أحياء أي إنما تقوم عليهم الساعة بحيث ينفخ في الصور وهم أحياء. فإن قال قائل كيف ذلك والنبي يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة، نقول المراد بقوله حتى تقوم الساعة أي قرب قيام الساعة، لأنه كما تعلم تأتي ريح لينة وتأخذ كل مسلم ومسلمة، فيبقى شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، هذا الجمع. قال والذين يتخذون القبور مساجد فهم من شرار الخلق، فهم من شرار الخلق. فالمعنى الإجمالي يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم عليهم الساعة وهم أحياء أنهم شرار الناس، ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب، وهذا تحذير لأمتي أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل ما فعل هؤلاء الأشرار. فمناسبة الحديث الباب واضحة أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحاتها ويتبرك بها لأنها ذريعة إلى الشرك. فقول إن من شر الخلق الذين تدركهم الساعة أي قيام الساعة، وذلك عند نفخة الصعق التي يموت بها الخلق إلا من شاء الله، وهي المذكورة في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، صعقوا أي ماتوا مرة واحدة من ثلاث الصاعقة. إذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة الأولى صعق كل الأحياء إلا من استثنى الله إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه نفخة البعث، الأولى نفخة الموت والثانية نفخة البعث، ينفخ إسرافيل في الصور في المرة الثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون، فإذا هم قيام
ينظرون، وهذا بقدرة الله. فهاتين نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. طيب، فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفخة الصعق هم شرار الناس. وين المؤمنين؟ يموتون قبل ذلك. تأتي ريح طيبة وتأخذ كل مسلم ومسلمة. فحديث فيه فوائد. أولا، تحريم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها، فكيف بمن عبد أصحابها. من فوائدها وصف الحديث متخذ المساجد على القبور بشرار الناس، وذلك لما فيه من التعظيم لأصحابها، والتعظيم نوع من العبادة، وصرف العباد لغير الله شرك. وفيها معجزة النبي حيث وقع ما أخبر به من بناء المساجد القبور، وفيها أن الساعة لا تقوم على مؤمن. فهل تذكر الحديث؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم، نعم، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. هذا الحديث، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، إثبات قيام الساعة يوم يقوم الناس من قبورهم. أحكام القبور أربعة. زيارة الرجل لها بدون سفر هذا مستحب، لأنه يذكر بالآخرة. البناء على القبور وإيقاد السرج هذا محرم، لأنه وسيلة للشرك. دعاء أصحابها استقلالا أو توسطا هذا شرك أكبر. زيارة النساء القبور هذا حرام على القول الراجح، لقوله لعن الله زائرات القبور. انتهى هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. باب ما جاء من الوعيد في قبور الصالحين، أي من الغلو، يعني الزيادة في تعظيمها، إن ذكر دي الشرك، يصيرها أي يجعلها في المستقبل أوثانا تعبد. الوثن كما قلنا هو كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك. أما الصنم فهو ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان. نعم، فأراد المصنف بهذه الترجمة التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو فيها يؤدي إلى عبادتها، وأنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور صالحين. ورابعا، التنبيه العلة من البناء عليها واتخاذها مساجد. روى مالك في الموطأ لمن مالك بن أنس موطأه في موطئه أن رسول الله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الإمام مالك معروف إمام دار الهجرة، الإمام الجبل الحافظ صاحب الموطأ. اللهم لا تجعل قبري وثنا، الوثن قلنا كل ما عبد من دون الله لا صورة لها، كالقبور والأشجار والعمد والحيطان والأشجار، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، دعا ربه أن يصون قبره من الغلو به كما حصل لقبور الأنبياء السابقين من اليهود والنصارى. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على الغلو في القبر يصيرها ويصيره وثنا. وهذا الشاهد من حديث الباب، لكن الله حماه، وإلا الحمد حماه بأن دفن في بيته ومنع الناس من الوصول إليه، وسيبقى مصونا بإذن الله استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خاف أن يقع عليه الصلاة والسلام في أمته ما مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى، فدعا ورغب إلى ربه ألا يجعل قبره كذلك. ثم نبه على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى، أنهم فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد، فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. فمناسبة الحديث الباب واضحة أن الغلو في القبور يجعلها أوثانا تعبد، لأن النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وبين ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيستفاد من الحديث أن اتخاذ القبور مساجد وسيلة لعبادة أصحابها، وذلك شرك ينافي التوحيد. وقول اللهم لا تجعل قد استجاب الله دعاء رسوله، فمنع الوصول لقبره الذي يعبد استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أن قبر الرسول لو عبد لكان وثنا، فما ظنك بقبر غيره من القبور التي
عبدت هي واربابها من دون الله، وقد عظمت الفتنه بالقبور بتعظيمها وعبادتها. يقول مسعود: كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرم فيها الكبير وينشا فيها الصغير وتجري على الناس يتخذونها سنه، اذا غيرت قيل غيرت السنه. اخرجه الدارمي. ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع اثار الانبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم. اي نعم. وقد اخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي من طريق طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله بيعة الرضوان. فاتيت سعيد المسيب فضحك فقال: حدثني ابي انه في من بايع رسول الله تحت الشجرة، خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، وفي رواية: فعميت علينا. فقال سعيد: ان اصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم. قال حافظ: الحكمة في ذلك ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما ومن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أقصى بهم الأمر إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر، كما يراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. ولذلك عن قزع قال: سألت عمر: آتي الطور؟ قال: دع الطور لا تأتيها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا، هذه الجملة بعد الأولى تنبيه على سبب اللحوق اللعن بهم، وهو توسلهم بذلك لأن تصير أوثانا تعبد. مفاد الحديث وجوب سد الذرائع، وفيه تحريم البناء عند القبور وتحريم الصلاة عندها. يقول شيخ الإسلام: إن قول القائل إن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين. نعم. وإلى آخر ما قال. فمن يقول إن الدعاء بالمقبرة أفضل من المسجد والبيت وغيره، هذا باطل. والابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد في قوله: فرأيتم اللات والعزة، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا سبق معنا، ابن جرير الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور، كان يلت السويق يخلطه بسمن ونحوه، سبقت معنا، فمات فعكفوا على قبره، وفي رواية فعبدوه. فمناسبة الآية للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. فعلى هذا كل قبر غلى الناس في تعظيمه سيؤدي لعبادته وإن لم يسمونه عبادة. فيستفاد من هذا أن الغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، ولهذا نهي عن تخصيص القبور والبناء عليها والكتابة عليها. عن ابي الهياج قال: قال لي علي: الا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله، الا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. معنى قبرا مشرفا يعني اي قبر متميز عن بقيه القبور سويه مثل بقيه القبور، هذا معنى مشرفا. معنى مشرفا يعني اي قبر متغير عن بقيه القبور، اما بطول اما بعرض ام لون، سووه مثل بقيه القبور. واضح هذا معناه. وقد أمرنا الله عز وجل بمحبة أوليائه وإنزاله منازلهم من العبودية وسلب خصائص اللهية عنهم، وهذا غاية تعظيم وطاعتهم، ونهانا عن الغلو فيهم، فنرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم منها. فهذا الحديث ذكره المؤلف في هذا الباب، وهو مناسب جدا، أو هذه القصة في قول مجاهد. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. اللعن هو الإبعاد والطرد من رحمة الله. في هذا الحديث لعن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أصناف من الناس. الصنف الأول: النساء اللاتي يزرن القبور، والعلة في ذلك لما فيهن من الضعف المؤدي إلى الجزع والندب والنياحة، وقد سبقت المسألة وزيارة القبور في باب في كتاب الفقه. الصنف الثاني: المتخذي مواضع العبادة على القبور، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمها وبالتالي لعبادتها. الصنف الثالث: المشعلين السرج عليها لما في ذلك من إضاعة المال بدون فائدة، ولأنه يؤدي إلى تعظيمها المشابه لتعظيم أصحاب الأصنام لأصنامهم. السرج معروف جمع سراج، توقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما وغلوا فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو باللعنة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن القبور، لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وفتنة الرجال بهن إلى آخره. ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيء بها أو يضيئونها بالسرج والقناديل، لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. فمناسبة الحديث الباب أن اتخاذ المساجد القبور وإسراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادتها.
فمن فوائد الحديث تحريم زيارة القبور للنساء، وسنأخذ المسألة بالتفصيل إن شاء الله أول الدرس القادم، لأنه الآن ما نستطيع لأن الوقت قرب على الانتهاء. وجواز لعن الفساق على سبيل العموم، وأن الغلو في القبور من الكبائر، وتحريم اتخاذ المساجد والسرج على القبور من مقاصد الشريعة، سد كل ما يؤدي إلى الشرك، تحريم إضاعة المال بدون فائدة، وزائر القبور لا يغنو من أربع حلاك: يدعو إلى الأموات فيسأل لهم المغفرة والرحمة، هذه زيارة شرعية، أن يدعو الله لنفسه ولمن أحب عند القبور معتقدا أن الدعاء عند المقابر عند قبر فلان أنه أفضل، فهذه بدعة منكرة. الحالة الثالثة أن يدعو الله متوسلا بجاه، فهذه بدعة محرمة. الحالة الرابعة لا يدعو الله وإنما يدعو أصحاب القبور أو صاحب هذا القبر، فهذا شرك أكبر. ومشروعية زيارة القبور للرجال اتفقت الأئمة على سنيتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في رواية فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تزهد في الدنيا، وفي رواية فإنها تدمع العين وترق القلب. أما زيارة القبور للنساء ففيها خلاف طويل سأذكره لكم إن شاء الله في بداية الدرس القادم، ونأخذ مع هذه والباب الذي يليه إن شاء الله. نقف هنا يا أخوة انتهى الدرس، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حبه ويرضاه.